اي تما اسمع سلام شام قرا غفوم مرحبا سجو معنا غلو غميس انواس ابداني سالم ديزما من تفرانين تياوت تيشلين تفرانين غلا ساس فيد مراود تسا اماس كني ملاقيتن دي جراون امو ديهيل ني عفيرن دي زعلاك ني مترشحن دي القوائم تفرانين ني كبار هاد الحرار يورنين ونعار دي تفرانين غداس يسجل سواس الواين السلطة تغنو تيم استقلت تفرانين محمد شرفي كتندوت نتنغماس تيوسديس تقييم نوسان تيشلين تفرانين دي سبيس فايتسن من يؤكد باللي توجردن 6890 دانده نيكابارد القوائم نال الأحرار دي سبي فايتسن تيشلين تفرانين أمو مشي دخي توجرد 400 تجاوز سبت للملصقات نهون القانون دل قلت نجينيتي البروتوكول انتزمارت ماني توشن ديس لإعدارات 287 دل حالت أنشيط 2786 يعني نشاط الحملة منها من كان من قبل الأحزاب السياسية ومنها من كان من قبل القوائم المستقلة. إذن الرقم الأول اللي أعطيته لكم 2786 فهو يتعلق بأنشطة الأحزاب السياسية، وأما بالنسبة للقوائم المستقلة فعدد الأنشطة يوصل إلى 3309 3809 إذن المجموع بين يعني الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة 6098 نشاط. سجلنا 400 تجاوز منها يعني ثلاث أصناف أساسية، ثلاث أصناف أساسية. أولا تسجيل بعض التجاوزات فيما يخص الملصقات العشوائية، يعني ما يلصقوش في الأماكن المخصصة لهم. النوع الثاني عدم احترام البروتوكول الصحي. عدد الإعذارات نعطيك من عدد الإعذارات 287 في حق المترشحين، سي دي ميزون دومور دي هذا هم. تبليغ وكيل الجمهورية في 28 حالة بالنسبة يعني من إذن من ضمن 400 تجاوز هذيا كاين توفي منها 787 أدوا إلى توجيه إعذارات، و28 حالة تم إخطار السيد وكيل الجمهورية بها، وسيد وكيل الجمهورية هو الذي يتصرف ويعطي تتبع الملايين. أما شيلا دخديه إنه حسس التوعية أزال نجور يبريد نبدل زعيم أمو سوزول نغلب غل الصناديق انتفرانين سنتنا عجوان غدا سن ديهيل من ناوني ملاقيتن إلى انتسجان تمجر راوين أن سون سقيد سلطة تغنى وتمسقلت انتفرانين جبال سوتا سقان بن خلدون ديت ملغيغت فملاقى نحسس التوعية انتما إلى ينعرضيس أسلوين سلطة تغنى وتمسقلت انتفرانين محمد شورفير نياس ميدن يندهن حريش تمجر راوين أن ميدن دي مناو الولايات دي ملاقى إلى أن يتاسد دفر نسوتر سلطة تغنى وتمسقلت انتفرانين إلى أن يسويسيس انتدفع الأزال جراروين ان ميدان ديال زعم اللحم التغنى ودو سجل قيم المواطنه صنع عرض يتفرانين من التشريع غدا سن ماني ناد محمد شرفي سوشاشيس الخطاب من السياسه دي تيشلين تفرانين ماني ستر في الضروره ان نعار ازعلوك دي تفرانين. ان الخطاب السياسي في هذه التشريعيات يعني تطور يعني لم نسجل مثلا ذوك المناوشات الكلاميه، لم نسجل ذوك التجاوزات احترام بين المترشحين. هذا الخطاب في حد ذاته مكسب لابد ان ندعمه، وكيف ندعمه؟ بهذه المبادره، مثل هذه المبادره التي يعني قمتم بها كمجتمع مدني لتوعيه وتحسيس حول ضروره المشاركه بقوه في الانتخابات 12 جوان. ما يهمنا قبل كل شيء هو فوز الجزائر وإنجاح الموعد الانتخابي، لأنه هو السبيل الوحيد لنخرج الحق للمنافسة، يعني الحق للمنافسة في المواعيد
اللي تأتي بعد نخرج الحق المنافسة المنظمة في جو الاطمئنان والثقة المتبادلة بين كل الجزائريين والثقة الموجودة والتي ينبغي أن توجد بين المنتخبين والناخبين. السلوين الصوت تغنو تيم استقلت يوكدخ باللي الصوت الميدان نتاد لما نت اما شيلا زواغ التفراني نتاد بريد نودمان للاستقرار دوبنا نتمورت التجديد. الحفاظ على الصوت الذي يبديه المواطن من خلال وضعه ورقة التصويت في الصندوق. وهذه الأمانة هي الوحيدة، الحفاظ عليها هو السبيل الوحيد لبناء الدولة العصرية، هو الحفاظ على اختيار الشعب وعلى اختيار المواطن، سواء كان من خلال اختياره للأشخاص أو اختياره للبرامج. الأمانة هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ولضمان يعني الهدوء في التعامل مع بعضنا البعض. اما شيلاتي مجراروين الميدان ينعرن ديون ملاقنا في الضروره نوفران من الصندوق امو في الجال نسجى نبدل الى نتوسو جوم غلسات. تشهد الجزائر اجواء ديمقراطيه تتنافس فيها النخب والكفاءات بالبرامج والمشاريع لإعطاء الكلمة للشعب لاختيار ممثليه عبر الدوائر الانتخابية لتشكيل المجلس الشعبي الوطني في انتخابات 12 جوان المقبل. وإننا كمجتمع مدني نحيي عاليا الإجراءات التي تعززت بها هذه الانتخابات. الهدف الذي نسبق إليه أننا ركزنا في الأسبوع الأخير ألا وهو إيصال فكرة المشاركة وبقوة إلى كل فعاليات المجتمع الجزائري ونخص فيها تحسيس فئة الشباب. نتمنى أنها إن شاء الله تكون هناك مشاركة قوية، وهذا بدون توجيه أننا الهدف نتاعنا أن تكون هناك جلسات تحسيسية، تكون هناك قوافل، تكون هناك العديد من التواصل مع المواطنين على مستوى الأحياء وكل المدن. القوائم اللي نشوفوها الآن على مستوى الوطن كلها فئة لها 50% من الشباب. شوفوا أنه رئيس الجمهورية فتح وعطى في التعهدات تاعه 54 أنه يتم إعطاء مساحة أكبر للشباب وأيضا للمرأة. أنا أشوف هذه المساحة أعطيت، فحان دور المجتمع المدني للتحسيس والتوعية للمشاركة بقوة في الانتخابات. بصفتي كعضو في المجتمع المدني نقول للزملاء تاعي والمواطنين سي تان كي تو دوبل، باسكو يا نوقفوا مع هذه الجزائر باش نبنيو مسار جديد اللي يخلي الوطن تاعنا يستدرك الأخطاء ونمشيو إن شاء الله في مسار جديد اللي يعطي فرصة للكفاءات ويعطي فرصة للشباب الجزائري. يعني بعد التعديلات التي جاء بها قانون الانتخابات واللي أعطت فرصة حقيقية للشباب لدخول الحياة السياسية من بابها الواسع وتحقيق طموحات الشباب والدخول المعترك السياسي بكل جدارة واستحقاق. أمام الشلي السنة سام زوار نئيس بيام جارون تشلين تفرانين يقنون داه دا مقرن نمتلني كبار القوائم من الأحرار ديال الملخص إيد أحمد عبد العزيز. أشراك تمطوط ديمكراس أخدم من وهيل السياسة دانيلا أوسيند أول نو مسجور الوسيط السياسي أحمد العروسي دي أجراو إلا دي درا دي تبازا أمزجور لهيئة الرئاسة طلع الحريات بن ونان رضا يسي ولدي معسكر دغليزان يدمدن سون عار دي أفران إلا أوسيند دشرا إلا أديش مرايولو تيم كراس نتمورتا. أمزجور الفجر أجديد سيلس نو كبار طهر بن بعيبش يسيول أجراو إلا يدرا دي تسمسيل دي تيارت يدمدن نغرم سري مكراس دورنسن أسجن تغيير دي سقاموتن إتوفرنن أدسن. جمال بن زيادي يمزجور الحرية العدل تنيابة جراوس دي أملاقة دي لمسي للدستيف يوكد باللي التغيير أدياس سونعار دي أفران أدسن.
مانيلا إزاقاد أمزجور نضال أغناو عبد الله حداد مستغانم ضرورة نسجان وهيل دم قران إلى احتياجات مدن استماس إلى يوكد أمزجور نتزير تجديد جمال بن عبد السلام سلم سيلت باللي يفران الدسند لمحطة توحديت التغيير الحريد التوافق التدرميت إلى ديزمولن تسيو الغفص الحركة مجتمع السلم سيلس نومزجورس عبد الرزاق مقري دي معسكر دغيليزان تندوف محمد برقوق أمزجور تجمع أغنى والديمقراطي إلى يجوديس أجرى ونيول التفعيل للمؤسسات الكبانيات توفرنت سات إلى المفوض إمقرانا مصطفى ناصي إلى يجوي قنوجرا وإزاقاديس دي عين دفلة أيولو أنعار أفران إلى نسند الحوار دوجرا ودي سجا نيقنشرا دوحدي إلا إيزاقاد أيولو إمكراس دتكيردا نجبهة المستقبل مسعى عبد العزيز بالعيد أجرا ودي تيلمساند مستغانم ماني دخ سي غيليزان يوكد أمر إعلان للجبهة تغنوت نزير بعجي أبو الفضل باللي أفران إلي وتف أما سن تغيير دو سجا نوفران مدن أمزجور التجديد نتزير كمال بن سالم دي أجرى ودي عين دفلة إزاقاد أيولو ميدن دخ ستملغيخت يوكد باللي البرلمان أدي ليقوى ستمتيل نيولو ميدن يوفان الحلول سبسكراس الواد الحركة اللي صلاح تغنوت تكملان عارس سوسجان يغلب نيملاقات إزاقاد دي سيوكد حفيلة لي أغويني باللي أفران إلا نوسيند أدي لا أدرزم لفاق تيم قرانين يسجمو استماسي وكد مزجور حزب الكرامة محمد الداوي في ديس المدن الولايات نقسنطينة يسجن التغيير دوبنا الصونعار لاستحقاقات لانوسين من يدخي سجى التجمع دم قران دي تما نخنشلا دي قنو جراو دي زعلاك دي قلمات سوق راس إذا قاد أمري نكبر التحالف الجمهوري سلهمية نطوف دي التوابيت أنمدن دي تمورت الولايات ولا جلال دبسكرا يوكد أمري إعلان النهضة يزيد بن عيشة الضرورة وفران دي الاستحقاقات اللوسينت أمزجورن العدل تذ التنمية عبد الله جاب الله يوكد أجرى ونعنبا إدمدن سالديمقراطية نمشارك إلى دبريد إلى السيسة النوض للديمقراطية يجو دخيقن وجرى ودي الولاية نسكيكدا يزقاد سلهمية ونعار أمزجور صوت الشعب لمين عثماني وكد ساني استملغيخت باللي أمريس إلا أدي ليد الرقم يقوى المعادلة السياسة أمدون الاستحقاق ماني دخ تيميوا أن تنيري دل هضاب إلا دانيل سيلولويات وكد سيس أمزجور الحركة تغنوت عبد القادر بن قرينادي الولاية لمديت إذا قاد سلهمية وفران البرلمان الدسن سات في ديس إلا إجو جيل جديد جلالي سفيان صدور نودلس دتاقة في التهيلس دويولو أني لاني تخصى أكبرس أمزجور الجبهة تغنوت نتزير مساتواتي دي الولاية النلبيات يوكد باللي أكبرس إلا أدي متل أيولو مدن أفران نسقة متن تونتخبن ماني دخ لمال نتزير فاطمة الزهراء زرواتي أجرى ونبسكرا توكد لهمية نوفران الدسن ماني تجو دخ إقن ملاقان الجوار تسات إلا سبسكرا ماس عيسى بالهادي إلا يوكد سوكبرس إلا أدي جعافر يوبنا نتمورت منو تميوا الدين فرنسا رقبنت منو مرشيد ندخ أيلو ميدان إلين تمتيل زعيم دياس قامون ميدان أغناو ماني دباب نسنمر نخصنا السودان الصوت نصن من انتهى الحالات نتوشولت عماري ثلاث سنمر حريش نوربا نتغطين دو حول الحليب من ثلاث سجوم تسيلة تجار أمو يوقاد غالي اكتفاء نيماني قار الأخضر كعوان ثوى شولت عمارين يتذيرن ذي ثم نطيح سنوان اخفار الحرفان تصرف قانا تغطن ذو سوفا سويفكين ينس دقصل سنفني فرمجن ذي نيك جانا فرمجا اذي سعام كانيس ذي السوق درت لا فورماسيون ديالي شرينا المعيز شينا زوج ثلاثه بدينا بشويه ومن بعد كبرنا ومن بعد الحليب كان يقعد لنا كان فايض كان فاض في الحليب راجلي تالمو مخدم في الكومونبير جات له فكره باش نديروا الكومونبير
هذا قصبو غرين تسمى كراسان واش تعمرين تقويني شدن غير الحرفيه على دغان تقويني شدن غير العيش نطغطنا ذو زنزينو فرماج ديت مرثنا. انا حابين هنايا الجزائر الجديده، انا حابين يعاونونا يديروا لنا الاخر تاويل في الاخر في المدينه باش نبيع الحليب ديالي والفرماج ديالي. الجزائر خرجت ان شاء الله، نبغى الدعمني في اللحن ديالي في اللحن مش سوانيك. C'est que le problème, nous, c'est le point de vente d'une façon dont nous produisons au consommateur. Un consommateur est un consommateur qui est dans le menu. وهي بعض ورجزيس ذودي شمرنا في غل نسم لمعنا تراجون ثام غلين قم ضبرن غرسن وكن أزن دفن مرة في فرث إيه غفلن سيدر نسم. هذا جديد، هذا راهو في ربع أيام. صادقة السود دورت الاستثناء تربعت اعلان تمجرر راوت نتمران دونيت في الجال ابديت السات الفساد في الاعلان السياسة الى نديس منا والمحاور السيسن وقونجار الفساد ذات تأثير سفوسو جمون ديماد الاستقرار السياسة الاجتماعية في تمورة ماني توغن غلاف نتموسني حافظ الاختام بالقاسم زغباتي وكد يوالز دي دورت باللي تزاير ثلاثة وشو ازال يبديت السات نأيرو الاشكال الفساد ماني انتهت تعفار اشتي تشلت يوسز عمل فعالية لمنظوم تص تغناوت يوجانيتيس الفساد دو بدي تساتس ماني ديون بريد سوف ختم جرير اوت اعلان الشفافية وجانيتيس الفساد دو بدي تساتس ديهيل التعديل الدستور نسقاس 2020 ماشي لا دخ يتوجد الى كتل استراتيجي تغناوت وجانيتيس الفساد دو بدي تساتس صنعار نايلو ايديسان يتنتخصان يوضا السوق الولاية إليزيك الوفد الكونفدرالية نمسوف غند الصناعيين إتزاريين وبدي في الجاهزية نبريد الدبداب والغرم نغدامس ليبيا يوجد يورزامس تسات الحركة التجارة دي وسان غدسن أمشي دخيب الدون الوفد في الفرص نستمر دي الولاية إليزي والنجار دون تفريت أمين شقبق دسجن توصيات نسقى منتدامسة جال ليبيا تزاير دو وجد يورزام نويدر نتمورت الدبداب تود لتمان إليزي إكتر باعتنا الفيدرالية نمر شيدان إتزيريين إورقا بنواني لاني توجا تمن دبداب إولاقا تجار دي دباب نسلاعي الصناعات راهي كثيرة الصناعات لان تيغلب أجنان تمرت ديغلب السيسن تصلحمت أتنسبيد للودين تمرت بهدي عاد أشمر نسلاعي وجار من انخيرت عاد إذن نغل البنك الخارج الجزائري هدي عاد دمر فاقي دباب اللي انتاج تغوسي وانو صدر نسلاعي دشرين لنا دي قنتيق توجار نشنين يلزم أدن رتيق تي دباب نمرشد دي دباب الصناعات دي جزائريين للصناعيين والشعب الجزائري من ناحية الاستثمار اللي يجيب مستثمر يريح معاه زوج استمال الاستثمار ودي وين المستثمر هذه قيم مع سنت دقائق شنو شتفراي وجر وموت لا تمان دهن من انخيرت دين دت ما دبداب ان جديس تجارت دين ديو شحر شجار تجديد تزعيم الفكر اجديد يتدم سانت مرتنخ اني ديس تمن دبداب نمرشاد النس نمر اني بريدن تريسيتي شبكتنا الالياف تجو من نوت نترباعين اتشجعنت يوس نمر او انتما نويدر نتمورت مجمع لوجي ترانس ان شاء الله حيفتح المعبر عن قريب ان شاء الله الكوبريت لوجي ترانس ان شاء الله هذا رزم بريد غلدسات يا مرشد نبريد لاندي زعيمن ديني دي سزهل التافغ التمرت الجيران سكت الكيفي تزعيمت الحالة نبريد دي زعيمن ماش الالف البصريه لانه سند قرب امتش ديني دي سزهل وجار اخذ سليبعات النقطه الكيلومتريه صفر وهذا مما يسهل العمل على البعد أسجان زمول التضامن جرمي الدني جزائريين دي ليبيين إلى جاء أبريد الدبداب يارني زوان ترجف المعاون شمرنت